اعتقد برضو بيفكروا ان نفس القفص ده هيتحط فيه ناس تانيين، هتحط فيه ناس تانيين. وانا قاعد اتفرج حسيت ان في ناس تانيين هتخش في القفص ده، وربنا يدينا العمر ونشوف المنظر ده، لان الناس دي ما هربتش، الناس دي واجهت رغم اللي عملوه، لا رغم اللي عملوه بس واجهت وحاولت تعمل حاجه في مصر. اخطا، فشل، في الاخر وقفوا للحساب. التانيين مش عايزين يقفوا للحساب، مش عايزين يقتنعوا بالمتغير الموجود، مش عايزين يقتنعوا بان الامور ما بقتش في ايديهم، مش عايزين يقتنعوا باراده الشعب. دول كلهم انقادوا لاراده الشعب. وحتى السته اللي وقعت دول ما خرجوش على رئيس جمهوريتهم، نفذوا تعليمات اللي في حدود الداخليه، اللي في حدود التعليمات الداخليه، واثبتت القضيه اللي اخذوا فيها براءه. دول ما عملوش حاجه، ما امروش بالقتل. لكن اللي شفناه ان الداخليه في عهد مرسي خرجت على 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 مرسي. طب لازم نقف عند النقطة دي، يعني طريقة تعامل الأمن امبارح، عدم إسقاط أي مصاب طبعا عن طريق رجال الشرطة، هل تعتبره تكتيك جديد للداخلية ولا امتناع عن تأمين مظاهرات؟ أنا أعرف، دول إخواتي وزمايلي. الداخلية ما عندهاش الدافع ولا الحافز إنها تمد إيدها على مصري. واحنا كبشر يعني قيمنا الموقف وقيموا الموقف. انا واقف قدام مين؟ دوله ما فيش. رمز دوله، انا بقول لحضرتك ضباط الشرطه حسوا ان رمز الدوله سقط. انا لما بقف وانا ضابط شرطه واقف في كمين او واقف في مرور او واقف في اشاره، مين ورايا؟ مين الرمز بتاعي؟ رئيس جمهوريه مين؟ شخصيه انا بحس ان انا انتمي اليها وان انا وفخور بيها، ولا انا خلاص فقدت احترامي ليه؟ فعلا الداخليه كانت فقدت احترامها، مش هضحي ولا همد ايدي ولا هعمل في سبيل دول، لان انا مش ماليش رئيس. الرئيس انتهى بالنسبه لهم، فبالتالي هم انضموا للشعب ووقفوا مع الشعب، وعارفوا ان الشعب على حق، وعارفين من قبل كده ان ده كل ده هيبقى له زوال. وطبعا الواقعه السابقه بتاعت الداخليه علمتهم ان هم ما يتورطوش في شيء في الاخر هيتحاسبوا عليه. طيب القبض على حازم صلاح ابو اسماعيل دون ازمات تم امبارح، كيف تقيم هذه الخطوه؟ واحط مع خيرة الشاطر وخيرت الشاطر الله نضيف اليه. الله الله، دول المفروض دول المحركين المحركين الاقوياء اللي معاهم الفلوس اللي بيحركوا الشارع والميليشيات دي. معناها ايه؟ معناها ان قنوات الاتصال اتقطعت، ان هم ما عادش لهم سند. ده فلو تفتكر حضرتك الواقعه بتاعت الدقي وحزب الوفد لما حاولوا يعتدوا عليه وكسروه، شوف الطريقه اللي الفجه اللي كانوا بيتكلموا بيها والجبروت اللي بيتكلموا بيه وطريقه التعامل مع الداخليه كان ازاي. النهارده لما الرؤوس اللي هي بيقولوا اينعت وحنق في طفاه، فالرؤوس دي اسقطت فما عادش لهم سند، فشكلهم استسلموا بهدوء ورجعوا لطبيعتهم، لان هم هيتحاسبوا على اللي فات كله، ورجع لضعفه الانسان العادي. لكن ما وروش ميليشيات، ما وروش حد وراه، وعارف ان النهايه خلاص، ومش عايز يزود الطين بله لان هيقاوم بيه ما عادش. وطبعا مش عايز اقول الحرفيه الكبيره اللي اتمسكوا بيها، حرفيه على مستوى عالي جدا في القبض عليهم، المفاجاه والمباغته من بجلالبهم من بيوتهم متهيألي يعني. طيب امنيا فضل. كيف ترى اشتباكات ميدان التحرير بالامس؟ البعض شبهها او يعني حسها كمان ان هي عوده الى الوراء لموقعه الجمل، هل فعلا في رابط ما بين الاثنين؟ لا خالص يعني يمكن، بس انا هقول لك حاجه، ان كانت بعض المندفعين من في موقعه الجمل من بعض الباعه الجائلين واصحاب المهن واللي بيتعاملوا مع السياحه وبتوع الكرداسه ومنطقه الهرم، جم في بعضهم جاب بعفويه
بعفوية عشان الموضوع انتهى يا اخوانا خلاص، والراجل تنحى وقال وهيغير الامور وانصح لكل المطالب. المشكله في جزء منهم كان كده، فدول كان في عندهم عفويه. اما بتوع امبارح لا، امبارح متعمدين. هي فيش تشابه كبير، بس تشابه في ايه؟ بالليل بقى، الضرب بالليل بتاع موقع 28 يناير اللي هو الضرب من الاسطح والضرب من الفنادق وضرب من فوق كوبري اكتوبر على المتظاهرين، هي دي هم اللي بس ده كان دافع بتاعه انه يولع الميدان. امبارح لا، الثوار اللي جم ووقفوا للميليشيات الاخوان وجروهم في ربع ساعه، ما استحملوش ربع ساعه وجريوا زي الجرزان. واجمل منظر شفته الشباب راكب على مدرعات، شفتيه حضرتك؟ الشباب مع الجيش راكب على مدرعات وعلم مصر. هم لو وقفوا ثانيه واحده وبصوا على المدرعه دي، مين راكب عليها؟ العسكري واخوك، العسكري ومدني، العسكري وشاب، العسكري وشابه. ايه ده؟ ايه التلاحم ده؟ وبيجري وراك. انا قلتها في برنامج اللي فات، يوم الاربعاء اللي فات، هنا اهو بيجروا زي الجرزان وانت بس خد بالك لو دخلت الجحر ما تكملش، لاحسن هم هيجيبوك من الجحر بعد كده. هتخش بيتكم مش هتعرف تقعد في بيتكم، هيجيبوك مش هيسيبوك. ما تزودش الفاتوره عليك قوي، ارجع خد بالك انت مش مستفيد، القاده بتوعك هم المستفيدين، هم مشغلوك كبش فدا، ما تنصعش وراهم، حرام عليك. طيب القبض على خيرة الشاطر تزامن مع طبعا دعوات القبض على المحرضين على العنف ضد المتظاهرين، كان هناك نوع من الفرحة شوية خاصة ما بين أفراد ضباط؟ طبعا. شفتوا إزاي؟ الضباط متغاظين، الضباط ما كانش عندهم حد أبدا بيملي عليهم عملهم، لكن في الفترة الأخيرة لما لقينا تدخل خيرة تدخل الشاطر في أعمال الداخلية والبلتاجي، ودول المفروض ينزلوا ودول المفروض ينزلوا يضربوا فلان، ودول المفروض يقبضوا على فلان، والداخلية متقاعسة والداخلية مقصرة والداخلية المفروض تأمن المقر بتاعتنا. الضباط زهقت، قرفت حقيقي والله، لأنه بيعمل الوطن، هو عنده منظومة بيشتغل بيها. أنت ما تفرضش عليا أعمل إيه وما أعملش إيه، أنا مش المفروض ما تفرضش عليا، أنا أحميك أنت والمقرات بتاعتك. بس هل ده مش من حق الـ 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 الشعب؟ يعني هو مواطن مصري محتاج ان هو حمايه فبيطلب دوت، يعني ايه يا هانم؟ ده هو اللي ماسك الدوله. انا طب اروح اقف بقى قدام الوفد وحزب الوسط واقف جماعه، خلاص هوزع كل قواتي على المنشات والسفارات والبنوك والدور العباده، ومش هتلاقي شرطه بقى، هنجيب لكل